وها قد انعقدت القمة العربية، بل القمة العربية الإسلامية وانتهت، ثم ماذا؟ هل سمع أو انتبه أي مواطن عربي ومسلم لنتائج هذه القمة ومخرجاتها؟ فقط محللو الأنظمة وإعلاميو السلطات سيرون فيما قاله كل زعيم من زعمائهم أو قائد من قادتهم دلالات خطيرة ومؤشرات كبيرة ستغير الواقع وتنسف المؤامرات وتعيد كل القطارات إلى مساراتها الصحيحة. أما على الواقع فكل شيء بغزة يسير كما هو، بل على العكس، تحذر إسرائيل على لسان وزير دفاعها لبنان من مصير مشابه للقطاع في حال آتى حزب الله بأي حركة جدية ضدها، بينما تقصف الجنوب خلال إلقاء زعماء كلماتهم في القمة، ويتوعد نتنياهو العالم بأنه لن يسمح ببقاء حماس في غزة تحت أي طائل. ليس هذا وحسب، بل ولن يقبل بأن تستلم سلطة رام الله إدارة القطاع، لأن محمود عباس لم يدن ما حصل يوم 7 من تشرين 1 أكتوبر. ويضيف رئيس الحكومة الإسرائيلية بعد ساعات من انتهاء القمة أن إدارة غزة أمنياً ستكون بيدهم، ضارباً عرض الحائط بكل المقررات والمخرجات والمطالبات والتصريحات العربية والإسلامية والدولية. لكن أتعرفون ما هو الأسوأ؟ الأسوأ أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وعضو مجلس الحرب الحالي بيني جانس يقول تعليقاً على حضور بشار أسد والرئيس الإيراني في القمة: لن نقبل وعظاً أخلاقياً من بشار الذي قتل الأطفال والنساء، أو من الجلاد من طهران. أما وزير الثقافة الإسرائيلي فقال: بشار الأسد الذي يعرف باسم جزار دمشق يعظ الجيش الإسرائيلي حول كيفية الدفاع عن نفسه ضد حماس. ليس هناك حد للنفاق، والحق أنهم بهذه معهم حق، فأي خير يمكن أن يأتي من قمة يحضرها ويحاضر فيها الإيراني والأسدي؟ لكن أتدرون ما هو أفضل شيء بهذه القمة؟ أن السعوديين أرادوا أن يضعوا كل الدول الإسلامية في خندق العجز واللا فعالية عندما حولوها من قمة عربية فقط إلى قمة عربية إسلامية حتى لا يزاود عليهم أحد، فالجميع بالهواء سواء، وليس لأعجمي على عربي. يا غزة فضل.